هي الأرض أمامنا تدور، دوران الأرض لا يتوقف أبدا، ولكننا نريد أن نريكم شيئا. انظروا إلى هذه الأرض، هذا اللون الأزرق هو البحر. انظروا إليه أنه كبير منتشر وواسع. هذا البحر الواسع هو المحيط، هذا هو المحيط الهندي، وهذا هو المحيط الأطلسي، وهذا هو المحيط الهادي، وهذا هو المحيط المتجمد الشمالي، وهذا هو المحيط الجنوبي. الكرة الأرضية تدور وتدور. أين نحن وسط هذا البحر الواسع؟ وأين نحن من هذه القارات؟ أين بلدنا الحبيبة عمان؟ أننا نعرف أن الوطن العربي يقع في قلب الدنيا القديمة، في غرب قارة آسيا، ويمتد ليشمل كل شمال أفريقيا. ماذا يوجد في غرب آسيا؟ توجد شبه الجزيرة العربية. وأين تقع السلطنة؟ أنها تقع في الركن الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، ويجاور السلطنة من جهة الغرب الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية من الجنوب. وتعتبر السلطنة ثالث أكبر دولة من شبه الجزيرة العربية بعد السعودية واليمن، حيث تبلغ مساحتها 310,000 كيلومتر مربع. وتشرف السلطنة على سواحل طويلة، حيث يبلغ خط طول الساحل العماني 1700 كيلومتر من حدودنا مع اليمن، وحتى حدودنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتعرج الساحل العماني تعرجات كبيرة إلى رأس الحد، ومنه إلى الشمال، ثم شمالا إلى رأس مسندم، ثم جنوبا حتى قرب رأس الخيمة. ويتبع السلطنة عدة جزر، هي جزر الحلانيات، وجزيرة مصيرة، وجزر الديمانيات، والجزر القريبة من مضيق هرمز مثل جزر الغنم وسلامة وغيرها. ويتضمن الساحل عدد من الرؤوس، منها رأس الحد ورأس مدركة ورأس ضربة علي. ونلاحظ أن الرأس عبارة عن يابس نتائي يتوغل داخل البحر. كلنا يعرف دلالة ألوان الخرائط الطبيعية. هذا اللون الأخضر يرمز للسهول، والسهول الموجودة بالسلطنة تتمثل في سهل الباطنة وسهل جربيب. والسهل أرض فسيحة منبسطة
ارتفاعها عن سطح الأرض قليل، هذا هو سهل الباطنة، فهو متاخم لساحل خليج عمان ويمتد على هيئة قوس، حيث يبدأ من حدودنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة ويمتد إلى مدينة مسقط عند ميناء الفحل. سهل الباطنة ذو تربة خصبة، وأهم المزروعات فيه النخيل والخضروات والليمون والأنبا. أما سهل صلالة فيمتد من ريسوت إلى مرباط، وأهم المزروعات الموز والخضروات وجوز الهند والفيفاي. وبطول هذين السهلين يتم صيد الأسماك من خليج عمان وبحر العرب. هذه المنطقة التي يغطيها اللون الأصفر، تعرف على دلالة اللون الأصفر. هنا تبدأ الأرض في الارتفاع وتسمى المنطقة المرتفعة إذا كانت ممتدة فسيحة، كهذه تسمى هضبة. هذه منطقة النجد في محافظة ظفار، وهذه أجزاء من الربع الخالي. أن معظم الهضبة أرض صحراوية تغطيها الرمال، وللرمال أشكال عديدة، أنها قليلة النبات والمطر والمياه. هنا يعيش البدو الذين يرعون الإبل. نلاحظ بالخريطة منطقتين ملونتين باللون البني بدرجات مختلفة، المنطقة الأولى في شمال السلطنة والثانية في جنوب السلطنة. المنطقة الموجودة في الشمال جبال حجر عمان، وفي الجنوب جبال ظفار. وجبال حجر عمان تنقسم إلى قسمين، جبال الحجر الغربي وجبال الحجر الشرقي، وبينهما وادي سمائل. وتضم جبال الحجر الغربي سلاسل عالية أشهرها الجبل الأخضر. وسمي بهذا الاسم نظراً لأن السكان مزارعون، حيث تزرع سفوح الجبل بعد أن تحول إلى مدرجات. وأهم المحاصيل المزروعة هنا الرمان وبعض الفواكه الأخرى. سلسلة جبال الظفار فأشهر قممها جبال سمحان وجبل القمر.
ويكثر في هذه المنطقة رعي الأبقار والجمال، وتحطل على هذه المنطقة رذاذات المطر الخريفية، وتتلبد بالضباب في الفترة من أواسط يوليو وحتى أوائل سبتمبر. الجبال تشقها الوديان، ومع كل واد فجر الأهالي الماء الباطني، وظهرت الأفلاج وقامت الواحات، وبالتالي ظهرت الحياة. قسمت الحكومة السلطنة إلى أقسام إدارية بهدف تقديم خدمات أفضل للسكان. التقسيم الإداري للسلطنة يتضمن محافظة مسقط، وتشمل 6 ولايات، محافظة ظفار وتشمل 9 ولايات، محافظة مسندم وتشمل 4 ولايات، منطقة الظاهرة 5 ولايات، المنطقة الداخلية 8 ولايات، منطقة الباطنة 12 ولاية، المنطقة الشرقية 11 ولاية، المنطقة الوسطى 4 ولايات. والآن عن ماذا كنا نتحدث؟ كنا نتحدث عن خريطة السلطنة الطبيعية والإدارية. تحدثنا عن مظاهر طبيعية عديدة، مثل شبه الجزيرة التي هي الأرض التي تحيط بها المياه من 3 جهات، ومثالها شبه الجزيرة العربية. وتحدثنا عن الرأس الذي هو يابس يمتد كلسان في البحر، ومثاله رأس مسندم. وتحدثنا عن السهل الذي هو الأرض المنخفضة الفسيحة، ومثالها سهل الباطنة، وعن الهضبة التي هي الأرض العلوية الفسيحة، ومثالها النجد بين جبال الحجر وجبال ظفار، وعن الجبل الذي هو الأرض المرتفعة ذات القمة، ومثاله الجبل الأخضر. وتحدثنا عن أقسام السلطنة الإدارية، وقلنا أن بالسلطنة 8 أقسام إدارية، والآن يا أبنائي ويا بنات الطلبة والطالبات، هل نذكر ما شاهدنا؟ فلنحاول.